جهود المملكة لإجلاء المواطنين المغاربة من السودان تسير بشكل جيد. رابع طائرة الجسر الجوي الذي أمن عملية الإجلاء حطت بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وتقل 125 شخصا بعد المواجهة الدامية التي يعرفها هذا البلد. الله ينصر سيدنا اللي سوى معنا المحاولة دي. ما كنا الصراحة ميتين، وطلعنا من بيوتنا وخلينا بيوتنا، ورغم ذلك رحنا أجرنا ومرتاحين. الأجواء كانت صعيبة بزاف، والحمد لله أن السفارة عيطونا مشينا عندهم. صراحة الله صدفونا مزيان، الحمد لله جلالة الملك ما قصر، والحمد لله الحمد لله ونشكره، وصلنا على خير وبخير الحمد لله، جزا الله كل خير. وبالإضافة إلى المواطنين المغاربة، يوجد بين العائدين حسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مواطنون من عدد من الدول الإفريقية الشقيقة، والذين تزامن وجودهم في هذا البلد الشقيق مع الظرفية الداخلية الصعبة التي يمر بها. المواطنين وحتى المتزوجين واللي صولهم مغربية، والحمد لله نحن عاجزين عن الشكر، عاجزين عن الشكر، عاجزين عن الشكر. الأحوال كلها على خير والحمد لله، تهلا فينا سيدنا الله ينصره، والحمد لله على سلامتنا في البلاد، والله ينصر سيدنا. وبوصول هذه الطائرة الرابعة يكون الجسر الجوي الذي تم تسييره تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة بتنسيق مع الخطوط الملكية المغربية قد بلغ مرحلته النهائية، ويكون عدد المستفيدين من العودة إلى المغرب بلغ 572 شخصا.